اه بص عمر واقف، عمر واقف اه. فدي بس انا دي حاسس ان عمر اتفاجئ بامام يعني. ما هو هو بس هو قدامه يعني، هي بس ايه يعني قله التركيز شويه، وغصب عنه طبعا في الدقيقه 80 تقريبا، ف الكره دي برضو كان ده المسلوسي الجول هنا بتاع اه مكانه فضي. قفشه طبعا اتصرف فيها كويس جدا، فيها توفيق برضو ان هي تعدي من بين رجل فتوح وتخبط كده، فيها برضو توفيق. ما دي الحاجات اللي انا بقول لك عليها بقى، انه في توفيق يعني. الكره دي طبيعي ان هي مثلا ممكن تخبط في رجل فتوح وتطلع، او لا هي بتخبط في رجل فتوح وتروح اصعب على عواد من بين رجله يعني، ده اللي انا قصدي عليه يعني. مش اللي هو مثلا قفشه حاططها في مكان مثلا صعب جدا، لا هي فيها توفيق جامد، فالحمد لله يعني. ان شاء الله ربنا يسهل. بس هو في يعني نتكلم في الايجابيات، انه ايوه الفرقه شكلها كويس، المدرب شكله كويس، مباشر جدا، واه مباشر بان انت لسه ما يعني تالت ماتش او رابع ماتش رابع ليك ماتش مع الفرقه ورابع ماتش ولا رابع ماتش لا قدام الاهلي في وشه. الاهلي، قدام الاهلي. فلا الراجل مباشر جدا، و يعني ان شاء الله اللي جاي بقى هيبقى بتاعنا يعني. ان شاء الله نتمنى الجاي بتاعكم ان شاء الله. طيب.